الكاظمي يدعو إلى تفعيل طاولة الحوار بين الفرق السياسيين، والحلبوس يروج لوثيقة سياسية تحمل اسم بغداد. بعد تجديد الثقة لرئيسه واختيار نائبه الأول، البرلمان يرفع جلسته إلى إشعار آخر، والفتلاوي ترحب بعودة المجلس للانعقاد. 7 إصابات في صفوف القوات الأمنية بهجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء، ووزير الصدر يتهم فلول البعث.9 شهداء و32 جريحا حصيلة هجوم إيراني شمالي العراق، ووزارة الخارجية تهدد باللجوء إلى التصعيد الدبلوماسي. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشان السياسي للخروج من الأزمة الحالية ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها. الكاظمي في بيان دعا إلى تجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية والحفاظ على الأمن ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، موجها دعوته إلى القوات الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم. دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى كتابة وثيقة شرف باسم بغداد لتكون بمثابة حل شامل للأزمة السياسية. الحلبوسي طلب أيضا القوى السياسية كافة بالجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا عزمه جمع الفرقاء السياسيين داخل القبة التشريعية وتحديدا في القاعة الدستورية التي كتب فيها الدستور العراقي، مضيفا أن الاجتماع سيكون بحضور الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لحسم جميع الجدليات. رفع مجلس النواب جلسة إلى شعار آخر بعد أن صوت على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي بالأغلبية. الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ذكرت أن مجلس النواب رفض الاستقالة التي تقدم بها رئيسه محمد الحلبوسي وصوت على تجديد الثقة به، لافتا إلى أن العدد الكلي للمصوتين 235 نائبا، فيما بلغ عدد الموافقين على الاستقالة 13 نائبا. وأضافت الدائرة أن مجلس النواب صوت أيضا على انتخاب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيسه. قال رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي في مجال تعزيز وتطوير الاقتصاد العراقي وإجراء الإصلاحات الضرورية. صالح خلال استقباله رئيسة مجلس الأعمار العراقي البريطاني إيما نيكلسون بحث فرصة دعم الاستثمار في العراق والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية، مطالبا الأصدقاء والمجتمع الدولي بالاهتمام بالمجال الاقتصادي العراقي والنهوض به، فضلا عن دعم الخطط الاقتصادية الوطنية فيه. أكدت كتلة السيادة النيابية حرصها على التعاون مع جميع الكتل والشخصيات في مجلس النواب من أجل تحقيق مصلحة العراقيين والمضي بالاستحقاقات الدستورية المقبلة. الكتلة في بيان ثمنت موقف أعضاء البرلمان الذين صوتوا بتجديد الثقة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشددا على أهمية تضافر الجهود وتعاون جميع الكتل النيابية للخروج من حالة الانقسام والفراغ والأزمات التي يشهدها العراق منذ أشهر من خلال استمرار الحوارات البناءة وتعزيز الثقة وتغليب المصلحة الوطنية.
بعد توقف دام لأكثر من شهرين، تعود عجلة العمل النيابي إلى الدوران مستهلة فصلها الجديد باختيار نائب أول للمجلس وتجديد الثقة لرئيسه مصطفى علوش والتفاصيل. دوراننا جديد تعود به السلطة التشريعية لمزاولة عملها بعد توقف دام لأكثر من شهرين نتيجة الانسداد السياسي. عودة تمثلت بتجديد الثقة لرئيس البرلمان من خلال رفض الاستقالة المدرجة على جدول الأعمال، ثم الانتقال إلى انتخاب النائب الأول الذي حظى به محسن المنتلاوي عن جبهة المستقلين. قوى نيابية بيّنت إن عودة مجلس النواب قد تمثل خطوة نحو خريطة جديدة في مشهد البلاد. اليوم جلسة مهمة جدا حقيقة وتاريخية بعمل مجلس النواب العراقي، قصة الدورة الخامسة بعد الانسداد اللي حصل وتعطيل مجلس النواب لهذه الأشهر. الفقرتين الرئيسية هو تعرف جنابك السيد الحلبوسي قدم استقالته قبل أيام، هو أنه قبول استقالة أم رفضها. تم التصويت على رفض الاستقالة والتصويت الآن على النائب الأول حتى يمضي مجلس النواب بعمله حقيقة باللجان تباشر عملها، وكذلك لدينا قوانين كثيرة يعني معطلة، هم قانون هو قانون الموازنة العام القادم وقوانين كثيرة تحتاج إلى تشريع. وتبين القوى النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي إنها تبنت نهج إشراك القوى المستقلة في المناصب الرئاسية لمراعاة التوازنات في المشهد السياسي، سيما بعد المتغيرات التي حصلت في خارطة توزيع المقاعد النيابية التي فرضتها نتائج الانتخابات. الإطار التنسيقي بأغلبية قياداته وليس بإجماعها اختارت أن تعطي موقع النائب الأول شخصية من النواب المستقلين الذين شاركوا الإطار ووقفوا مع الإطار في مسيرته السياسية خلال العام الماضي، ورشح بذلك الأخ محسن المندلاوي. وفي خضم حراك البيت التشريعي وجهت رأسة البرلمان اللجان النيابية بممارسة عملها، فضلاً على التأكيد على ضرورة إيجاد حل ووجوب الحصول على أن يكون المجلس ممثلاً لجميع أبناء الشعب العراقي. عودتنا قد تمثل إزالة لأولى أحجار العثرة التي تسببت بالانسداد السياسي، لينتظر الانتقال إلى المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة. من داخل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب مصطفى الوش الرابعة. أما الآن ولتفاصيل أكثر حول العملية السياسية انضم معنا الآن عبر سكايب النائب عن الإطار التنسيقي السيد معين الكاظمي. أهلا بك سيد معين. حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الأعزاء. شكرا لك. بداية سيد معين، الحلبوسي دعا اليوم إلى كتابة وثيقة سياسية بمثابة حل شامل للأزمة بالعراق، يعني من وجهة نظر حضرتك كيف ترون تلك الخطوة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التفاهم والحوار المطلوب بين المكونات السياسية شيء مهم وأساسي لاستمرار العملية السياسية بالاتجاه الصحيح، وعلى هذا الأساس كان هناك دعوة لحوار وطني شامل شاركت فيه المكونات السياسية وقاطعته الكتلة الصدرية لحد الآن. لذلك اليوم هنا دعوة حقيقية للتيار الصدري للمشاركة في هذا الحوار الوطني والوصول إلى توافق معين واتفاقات بخصوص المرحلة القادمة، خصوصا أن المكونات السياسية والكتل السياسية وافقت على فكرة الانتخابات المبكرة، ولكن لابد من رسم خارطة الطريق للوصول إلى مرحلة الانتخابات المبكرة. وعلى هذا الأساس كان هناك مبادرات مهمة من شأنها أن تطمئن الآخرين أطلقها الإطار التنسيقي، ومنها أنه يمكن للتيار الصدري المشاركة بالحكومة القادمة بحجمه 73 مقعد بالرغم من انسحابه من مجلس النواب، وهكذا بالنسبة للمشاركة في لجنة فنية أو مجلس رسم السياسات لمتابعة ما يجري داخل مجلس النواب من قوانين تقر خلال السنة والنصف القادمة وصولا إلى الانتخابات الجديدة. لذلك موضوع الدعوة ميثاق وبالحقيقة هو التفاهم بخصوص خارطة الطريق
التي توصلنا بشكل قبيحي إلى الانتخابات الجديدة، وأن تكون هذه الانتخابات شفافة وبقانون انتخابات معدل وبمفوضية انتخابات مستقلة، وليس كما جرى في تشرين 2020 وكان في 2021 وكان عليها إشكالات كبيرة تلك النتائج. لذلك لابد من إبداع حسن النية والتنادل والمرونة من أجل الوطن من خلال التفاهم والحوار والاتفاق الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب بميثاق الشرف. طيب سيد معين، الإطار ومن خلال عقد جلسة اليوم أرسل رسالة واضحة للجميع أنه قادر على تمرير مرشحي لرئاسة الوزراء. طيب ما هي خطواتكم المقبلة؟ طبعا اليوم هذا الاجتماع هو فتح الطريق نحو تشكيل الحكومة. الخطوات المقبلة من الطبيعي أنها تبدأ بمصادقة على مرشح الأخوة الكرد لرئاسة الجمهورية الذي تتوفر فيه المواصفات والتي يقبلها الأخوة الإطار، هكذا السنة، باعتبار أن المسؤولية تضامنية بالنسبة للمرشح الأخوة الكرد. وفي حالة استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين فلا بد أن نضطر للجوء إلى خيمة مجلس النواب وإلى قضائه الوطني ليقرر من هو المصادق عليه من خلال الاقتراع السري لمرشحي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وحتى إذا تقدم من أحزاب أخرى كردية لهذا الموقع. وبعد موضوع الرئاسة سيكون تكليف لرئيس مجلس الوزراء من الكتلة الأكبر والمضي بتشكيل الحكومة، وهذا ما يطلبه المجتمع في العراق والشعب العراقي الذي ينتظر بأحر من الجمر أن تتشكل حكومة قوية، حكومة خدمة حقيقية، وأن تصادق على تقدم موازنة لعام 2023 مع برنامج استثماري عمراني للبلد، وأن تنطلق الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة، وهذا من شأنه تحريك عجلة الاقتصادية للبلد والسوق المتعثر حاليا، وهكذا يكون هناك وضوح لدى أبناء الشعب العراقي بالنسبة للمرحلة القادمة، فرص العمل وغيرها. وهذا ما ينتظره أبناء الشعب العراقي، ونعمل على أساسه ونبقى حوارنا مفتوح مع الجميع وخصوصا مع الكتلة التي انسحبت من مجلس النواب وبقرار منها، واليوم المحكمة الاتحادية أكدت أن هذا الانسحاب وهذه الاستقالة شرعية وقانونية وأصولية ولا غبار عليها، وعملية الاستبدال التي جرت هي بشكل أصولي، ولكن الإطار التنسيقي يبقى فاتحا لأبوابه ومرحبا بالحوار الوطني الذي. طيب سيد معين، يعني حتى الآن لا حوارات إطارية صدرية، يعني هل يمكن القول الخلاف وصل مرحلة اللا عودة وأن الإطار ماض بمعزل عن التيار في المرحلة المقبلة؟ طبعا الآن اللا حوار ليس فقط مع الإطار، حتى طيب مع القيادة ومع الأخوة الكرد. اليوم بدأت المكونات الأخرى تطالب بالحوار وتعتب على من قاطع هذه الكتل السياسية، ولأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد اليوم للوصول إلى توافق وإلى قناعات مشتركة، وهذا ما دعت له الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبهذه الطريقة يمكن أن نحل مشاكلنا. طيب يعني سيد معين، حكومة من غير الصدريين، يعني عفوا، هل تتوقعون لها النجاح والاستمرارية؟ طبعا إذا تعامل الأخوة الصدريين حسب الدستور والقانون مع هذه الحكومة وبقوا بعنوان، طبعا هم موجودون حاليا في الحكومة، 3/4 الحكومة هي في التيار الصدري،
من مستويات المدراء العامين والوكلاء والمسؤولين والى مستويات ادنى. واليوم الحكومه بيد التيار الصدري ورئيس الوزراء هو تابع للتيار، ولحد الان يعطي المناصب للتيار. لذلك التيار مشكلته انه مصر على بقاء حكومه الكاظمي وليس لديه اشكال اخر. لذلك نقول للاخوه في التيار الصدري بامكانهم ان يكونوا شركاء في الحكومه القادمه، حكومه انتقاليه مؤقته سميها ما شئت، ويكون لهم دور في المراقبة والمتابعة بشكل قانوني وأصولي بعيدا عن الفوضى التي يهدد بها محافظات الوسط والجنوب وبغداد. نعم النائب عن الإطار التنسيقي السيد معين الكاظمي، شكرا لحضرتك. شكرا لك. أكدت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي أن عودة مجلس النواب لممارسة مهامه خطوة في الاتجاه الصحيح. الفتلاوي في تغريدة على تويتر قالت أن الخطوة القادمة بعد أن تم انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب هي تشكيل الحكومة الجديدة. دعا ائتلاف الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي عبر الحوار والذهاب نحو حكومة انتقالية. الائتلاف في بيان قال إن الإصرار على تغليب منطق التصلب والتشظي والتشبث بالمواقف الأحادية من شأنه أن يدفع البلاد نحو مسارة غير سلمية، داعيا إلى تهيئة الأجواء لعقد جلسة للبرلمان تفضي إلى وضع خريطة طريق تقود إلى حكومة انتقالية وتغيير لقانون الانتخابات والمفوضية وقواعد العملية السياسية الحالية بما فيه تعديل الدستور. استيقظت العاصمة بغداد على زحامات مرورية خانقة وقطع لمعظم شوارعها الرئيسة بجانبي الرصافة والكرخة، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى ترك عجلاتهم والسير على الأقدام بغية الوصول إلى أماكن عملهم. بغداد تصحو على القطوعات وأهلها يسيرون على الأقدام وصولا لأماكن عملهم على وقع جلسة برلمانية تعقد بعد سبات طويل لمجلس النواب بسبب الانسداد والخلافات وتعطيل عمل السلطة التشريعية من قبل المتظاهرين في المدة الماضية، ليستأنف عمل مجلس النواب اليوم الأربعاء وسط أجواء كونكريتية وقطوعات شلت العاصمة بغداد من أغلب الدروب والطرقات. والله ازدحام ومذلة للشعب، هاي مذلة للشعب. هاي أولا سايد واحد مخلين السيارات وساعة كاملة من تقاطع النخيل إلى مول زيونة، ساعة كاملة. هسه أنا من ساعة ما مشتغل، من الصبح لهسه ما مشتغل، يعني لأن فارغ، شوف السيارة فارغة بدون عبرية، لأن العبرية ينزل يتمشى. شلون الشارع اليوم صلوات؟ بالضيم. يعني زين. من المول النخيل اللي جاي ساعة ونص. ما أعرف شنو الموضوع. مش وقت طلعت أنت وشنو الموضوع الطريق اليوم؟ من الساعة بالعشرة ونص طالع، صار لي ساعة تقريباً، ساعة وخمس دقائق. ما أعرف شنو الازدحامات، الرصافة والكرخ كلها مسدودة. واتخذت القوات الأمنية عملية الانتشار المكثف وزيادة زخم أعدادهم على محيط المنطقة الخضراء بالكامل ومن جميع الجهات، فيما تم غلق جسري سينك والجمهورية بأرتال من المركبات العسكرية وخطوط سد من الصبات الكونكريتية والأكياس الإسمنتية لمنع أي محاولة للعبور للمنطقة الخضراء ومنع عقد الجلسة. الطريق اللي تشوفها انت نسمانية لحد الان، احنا فلان من شارع فلسطين لحد هذا المساحه، هذا نسمانية لحد الان، وهذا شوف الازدحام شلون، وهذا السيارة تعاطل، وهذا اي ما يفتحون الطريق، افتح الطريق خلي العالم تمشي، مو تربك لايت واقف، لانه هذا صحيح مو صحيح هذا الحكي، وانت اللي تشوف هذا بعينك على ايش الازدحام ما اعرف اي شيء. شنو اليوم مشاي اليوم؟ ماكو طرق مسدده كلها مقطعينها. اي والله الزحامات ما بكل مكان، ما اعرف شنو السبب، ما ادري من ناحية من يم مظفر
وانت رايح للنهضة الباب المعظم قاطعين طريق الجيش ما أعرف. وكأن جلسة مجلس النواب هذه ستنهي جميع المشاكل المتعلقة في البلاد، فضلا عن إرباك المواطنين من خلال قطوعات تسببت بزحام كبير وتعطيل بمصالح الناس. فيا لله ولهذه الجلسة. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 7 منتسبين أمنيين بينهم ضابط في قصف استهدف المنطقة الخضراء بست صواريخ كاتيوشا. وذكرت الخلية في بيان لها أن المنطقة المحصنة تعرضت إلى رشقة صاروخية من نوع كاتيوشا تزامنا مع انعقاد جلسة البرلمان. وأضاف البيان أن واحدا من الصواريخ سقط أمام مبنى البرلمان وقذيفتين سقطتا بالقرب من دار الضيافة وسيطرة القدس. ولفت البيان إلى أن القصف تسبب بتضرر عدد من العجلات وأحد المباني. وفي سياق ردود الفعل حول القصف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء، أعلنت سرايا السلام إدانة لهذا الاعتداء مؤكدة في الوقت نفسه على حق التظاهر. وأعرب المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي عن شجبه واستنكاره للهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء، مؤكدا في تغريدة له على تويتر أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور. من جهته علق ما يعرف بوزير الصدر صالح محمد العراقي بالرفض للقصف الصاروخي الذي تعرض له المنطقة الخضراء. العراقي قال في تغريدة أن الهجوم الصاروخي مرفوض رفضا قاطعا، عدا هذا العمل محاولة لإيقاع الفتنة بين العراقيين، مضيفا أن هذه العملية تم تنفيذها بواسطة أذناب المحتل وفلول البعث الصدامي. دعت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق يونامي إلى الامتناع إلى التهريب والتهديد والعنف. البعثة في تغريدة على تويتر قالت أن الحوار البناء في أقرب وقت مناسب يمثل أمرا ضروريا لكي ترى الحلول الموضوعة النور، مطالبة الجميع بالتحلي بالهدوء وإيجاد مخارج واقعية من شأنها إنهاء الأزمة الحالية دون تصعيد أو ترهيب. أدانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني لأربع مناطق في إقليم كردستان الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى. الوزارة في بيان وصفت القصف بالتطور الخطير المهدد لأمن العراق وسيادته، ويضاعف أثار الخوف والرعب على الأمنيين من المدنيين، مبينة أن هذه الأعمال الاستفزازية أحادية الجانب تعقد المشهد السياسي وتلقي بظلالها على المنطقة، مهددة باللجوء إلى أعلى المواقف الدبلوماسية لعدم تكرار القصف. وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية أحمد السراف استدعاء السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. من جهتها نددت الحكومة حكومة إقليم كردستان بالقصف الذي استهدف مقر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في محافظتي أربيل والسليمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت حكومة الإقليم في بيان أن القصف مقر المعارضة بالصواريخ من قبل إيران تحت أي ذريعة موقف غير صحيح وحرف لمجرى الأحداث، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الهجمات. طالب مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الجانب الإيراني بعدم جعل كردستان ساحة لتصفية الحسابات وحسم الخلافات الداخلية
لدول الجوار. المقر في بيان قال أن هذه الهجمات الصاروخية لا تحل المشاكل كونها تمثل جريمة لا ينتج عنها إلا انعدام الاستقرار والإجرام، مشيرة إلى أن ذلك القصف يعد خرقا لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة، وليس له أي عذر كونه يستهدف أمن ومصالح الإقليم. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان حصيلة ضحايا القصف الإيراني لمناطق الإقليم. وقال وزير الصحة في الإقليم سامان البرزنجي أن القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان أوقع 9 شهداء و32 جريحا، مشيرا إلى أنه وجه عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى قضاء كويسنجق في أربيل، بينما وجه محافظ أربيل أوميد خوشناو بدخول جميع المنظمات الإغاثية حالة التأهب لإسعاف المصابين. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق البدء بمرحلة جديدة من عملياته العسكرية ضد مراكز وصفها بالإرهابية في كردستان العراق. وقال الحرس الثوري في بيان إنه تم استخدام الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الهجومية الانتحارية، وتم توجيه ضربات مدمرة، مؤكدا استمرار العمليات بقوة، وإذا لم يتم إبعاد التهديد وإزالة مراكز التنظيمات الإرهابية وعمل سلطات كردستان بتعهداتها على حد قوله. أما الآن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، معي الخبير الأمني السيد عدنان الكناني والقيادي في حركة أنا عراقي. أهلا بك سيد عدنان. حياك الله وحيا جميع مشاهديك الكرام وحياك هذا القناة الرابعة المحترمة. شكرا سيد عدنان. كيف تقرأ اليوم العملية في شمال العراق الذي راح ضحيتها 9 شهداء وعدد من الجرحى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شوي رادنا نرجع بالتاريخ. قبل 6 سنوات القوات التركية زرعت محطة استخباراتية مخابراتية في عشيقة، وادعت أن هذه المحطة هي محطة استخباراتية تقوم بجمع الحقائق بغية مطاردة فلول البككة. طيب. ويبدو أن هنالك نفوذ استخباري مخابراتي التركي بشمال الحبيب، وكذلك هنالك نفوذ إيراني أيضا بشمال الحبيب تحت مسمى أنه مطاردة حلول حزب العمال الكردستاني. هذه المنظمة الإجرامية التي جرمت دوليا، وبالتالي تحاول العبث بأمن البلدان سوريا العراق تركيا إيران. يبدو أنه لديهم طموح ولديهم نوايا بإعلان دولة، وهم أسس الحزب العمال الكردستاني على أساس أنه نواة لدولة كردية تجمع هذه الدول أو الأكراد في هذه الدول الأربعة. وكان هنالك نفوذ سوفيتي ودعمت من قبل الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1974 حينما أسس حزب العمال الكردستاني كمنظمة دولية ذات ميول يسارية، يعني بأفكار سوفيتية، ولحد الآن هم مسارين على نفس النهج. فبالتالي تركيا وإيران اليوم تعتمد على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المادة معنية أنه في حالة وجود خطر على الحدود بالتالي يحق للدول مطاردة مصدر الخطر. التدخل التركي بشمال الحبيب تحت هذا المسمى أنه الاعتماد على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القصف الإيراني على بعض المعسكرات التابعة لحزب العمال وتحدث أخطاء حربية طبعا. طيب هذا لكن التدخل المخجل. نعم. المخجل السكوت الحكومي. طيب. اليوم حينما يستهدف مقر داخل الأرض العراقية معناته أن السيادة العراقية تتعرض للانتهاك، وبالتالي حينما تتعرض انتهاك سيادة العراق. نعم. لدينا منافذ، منفذ. طيب. دبلوماسي ومنفذ عسكري. حاليا لا نستطيع أن نرد عسكريا لأنه قواتنا المسلحة العراقية منشغلة بمشاكل. طيب بالعرف الاستراتيجية سيد عدنان، يعني هاي العمليات التركية الإيرانية كيف ممكن نرد عليها؟ نرد عليها دبلوماسيا، وبالتالي قامت دعاوى قضائية لدى المحافل الدولية. يعني اليوم تثبيت الخروقات ونقوم بتقديم دعوى قضائية في المحاكم الدولية. طيب. في مجلس الأمن، في هيئة الأمم المتحدة،
اشراك بعض الوسطاء الدوليين المتنفذين والذين لديهم تأثير سواء كان على تركيا أو على إيران، خصوصا أنه علاقاتنا مع إيران طيبة جدا وعلاقاتنا مع تركيا أيضا، يعني اليوم لدينا تبادل تجاري أو الحقيقة استيراد، إحنا ما عندنا شيء نصدره، من تركيا تجاوز 16 مليار دولار، ومن نجار إيران أيضا تقريبا بنفس الرقم، يعني هنالك مبالغ مالية مرعبة تصدر لخارج العراق بحجة استيراد مواد غذائية وبعض المشتقات والمنتجات. فبالتالي استثمار الورقة الاقتصادية كوسيلة للضغط، أولا إقامة دعوة قضائية في المحاكم الدولية، إشراك وسطاء دوليين لأنه على اعتبار هنالك تجاوز، وأيضا هنالك مصالح داخلية مشتركة، ممكن أن استدعاء السفير التركي أو السفير الإيراني، ممكن العراقيين الذين لديهم ارتباطات طيبة مع جار إيران أيضا استثمارهم، وبالتالي يعني ممكن اتخاذ أكثر من قناة لدفع الخطر عن الأراضي العراقية والتجاوزات. عموما هم ذريعتهم أن هنالك مشاكل تصدر من الشمال العراقي إلى إيران أو إلى تركيا، تركيا تدعي أن حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية داخل العمق التركي وجنوب التركي. يعني في حادثة اليوم سيد عدنان، الرواية الإيرانية ومخاوفها اللي تبرر هذه العملية، يعني كيف تفسر أمنيا أو ما نسبة مصداقيتها؟ شوف راح أحكيك بمصداقية، أنا طبعا لست مع إيران ولا مع أي بلد يتجاوز على حدود العراق، ولا أريد أن أجامل ما يحدث داخل الأرض العراقية وتجاوزات إيرانية على العراق، لكن اليوم احنا عندنا نفوذ تركي على العراق أكبر ما يحدث وما قامت به إيران، ليش ما حد يتطرق إليه؟ يعني أشوف الإعلام ما جاي يخلي النقاط على الحروف مثل ما اليوم أكد على موضوع إيران على شمالنا الحبيب. طبعا لا، هذا لا يعني أني أبرر التجاوزات الإيرانية على شمالنا الحبيب، هنالك تجاوزات ويجب أن تقف عند حدها، لكن أتمنى يعني تكون السياسة الكيل بمكيالين، يعني الكيل بمكيال واحد مو مكيالين. اليوم عندنا تركيا من 6 سنوات أنا قلت محطة استخباراتية مخابراتية في شمال العراق، وراح أعطيك معلومة كرمال عيونك الطيبة، حاليا أكو معلومات موجودة وموثقة أن هنالك عناصر مخابراتية تركية وهنالك عراقيين جندوا من قبل المخابرات التركية أكسوا إلى الأراضي العراقية، وهم أغلبهم من المكون التركماني الذين ذهبوا إلى تركيا بغية أن الهروب ما يحدث داخل الأرض العراقية ونتيجة ضغط الحياة لداخل العراق، وبالتالي ذهبوا لكي يتنعموا بحياة مستقرة كريمة خارج حدود العراق. بالتالي تلاقفتهم المخابرات التركية وحاولت تجنيدهم أو تجنيد البعض منهم وعكستهم على الأراضي العراقية بغية أنه جمع المعلومات على البيكك أو على تنظيمات معينة ظاهريا، لكن هو العمل تجنيد مخابراتي. إذن يعني هنالك نفوذ مخابراتي، هنالك نفوذ استخباري، هنالك تجاوز عسكري على حدود العراق حتى بلغت المخافر والمحطات التركية بشمالنا الحبيب تجاوزت 50، هنالك قرى هجرت من شمالنا الحبيب بسبب الأتراك، هنالك بساتين جرفت، هنالك طيران يتجاوز على حدود العراق حتى تجاوز 200 كيلومتر. هذه كلها يعني ما عدنا لها أهمية أو على الأقل نتحدث عنها لكن بحيز ضعيف. ومع احترامي طبعا لقناتكم الكريمة ولكادركم الراقي والرائع، وهذه من حس الوطني، أنتم تحدثون عن تجاوزات يعني دلالة على حرص ووطنية، وإيران تتجاوز على حدود العراق، ولا أريد أن أبرر التجاوز الإيراني، لكن أتمنى أن يكون تسليط الأضواء أكثر يعني بالطريقة الصح. إحنا إيران تتجاوز وهذا غير مسموح، ولا نسمح أن يتجاوز كائن من يكون على حدود العراق. العراق يفترض أن يحترم وتحترم سماءه وأرضه ومياهه، وبالتالي اليوم على القيادة العراقية أن تقوي دفاعاتنا. إحنا اليوم عدونا قاعد يعني يسترخصنا ويستهين بينا ويحتقرنا لأن ما عندنا قوات ممكن أن ترد، بالتالي علينا أن نبني قوات مسلحة عراقية ممكن أن تحجم كل ما لديه نوايا سيئة بالعراق. أمريكا اليوم مسيطر على سماء العراق والمشروع الأمريكي تم تناسيه تماما، وخصوصا أن هنالك جماهير عراقية خرجت مطالبة بإخراج القوات المحتلة من الأرض العراقية وألزمت البرلمان بإصدار قرار، لكنهم طيب قبل قليل السيد عدنان أنت قلت لي أنه ممكن الرد يعني عبر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. إحنا قبل أشهر بعد القصف التركي على محافظة دهوك شمال العراق ذهب العراق إلى مجلس الأمن، طيب ما نتج عن هذا الموضوع؟ ما هي نتائجه؟ شوفي عزيزتي، للعمل المخابراتي دائما
حينما تكون هنالك أزمة تختلق أزمة بالمقابل كي يتم التغطية عنها. إحنا اللي صار عندنا تجاوز تركي على شمال العراق وقرية سياحية انتهكت حرماتها ومدنيين قتلوا وأطفال ونساء وأبرياء هم ذاهبين إلى المصيف. بالتالي كان هنالك رغبات عراقية حقيقية لوقف النزيف والتجاوزات التركية على حدود العراق. وأعتقد يعني كان قاب قوسين أدنى أن تكون لدينا تعبئة جماهيرية كبيرة جدا والعراقيين أبطال وجربوا حينما داعش الإرهاب اجتاح شمال العراق خرجوا أبناء العراق الأبطال الغيارة وبالتالي وقفوا داعش عند حد وانتصروا على داعش بالوقت اللي كل العالم قال 30 سنة أو 25 سنة يلا نتخلص من هذا التنظيم المتطرف، لكن استطاعوا من طرده. كان هنالك تعبية جماهيرية عراقية على الأبواب لكن اختلقت أزمة مفتعلة بين مكونات عراقية كي يجري لفت انتباه عما يحدث. طيب فانشغلت ساسة العراق انشغلوا بمشاكل مختلقة. واليوم نشوفين الصراع العراقي العراقي اللي ربما سيقودنا إلى حرب عراقية عراقية. وهنالك تجاوز على حدود العراق. نحتاج اليوم فوهة البندقية العراقية على عدو العراق توجه. نعم سيد عدنان، عذرا لضيق الوقت، شكرا لك القيادي في حركة أنا عراقي والخبير الأمني، شكرا لحضرتك. شكرا لك. تواصل القوات الأمنية بمختلف صنوفها ملاحقة فلول داعش الإرهابي في عموم المناطق النائية بمحافظة نينوى، إذ تشهد الموصل استقرارا أمنيا منذ سنوات. بعد العمليات العسكرية الأخيرة في ضرب معاقل داعش في بعض المناطق النائية في عموم محافظة نينوى وخصوصا المناطق الجنوبية منها بالإضافة إلى جزيرة الحضر، تواصل القوات الأمنية في المدينة بتأمين المداخل الرئيسية وسد الثغرات وإحكام السيطرة عليها. ما بعد العملية التي قام بها أبطال الحشد الشعبي المتمثلة بلواء 30 والجهد الاستخباري الذي قام به عمليات نينوى والحشد الشعبي، نعم قمنا بتكثيف الدوريات والمرابطات في الطرق والتفتيش الدقيق لعدم تكرار أو أي خرق أمني في المنطقة. قاطع مسؤولية هذا اللواء واسعة وكبيرة جدا وعملاقة إذا استطعنا أحد القول، تبدأ جنوبا من جسر أليغوير وشرقا من سيطرة الشهيد سبهان الطريق المؤدي إلى أربيل وشمالا طريق الشيخان. وأثنى المواطنون على حسن معاملة القوات الأمنية معهم في المداخل الرئيسية في تفتيش السيارات بكل إنسيابية لأنها تصب في مصلحة المواطنين وتحافظ على أمن واستقرار المدينة، فيما وثقت كاميرا الرابعة الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوات الأمنية من خلال الانتشار والتفتيش في السيطرات الرئيسية. أنا كمواطن كردي جاي من أربيل للمدينة محافظة موصل، الحمد لله السيطرات كل الزينة، معاملة حج الشعبي ويانا كل الزين، الشرطة ويانا كل الزين، أمان 100%. تعامل القوات الأمنية داخل السيطرات والحشد الشعبي الحمد لله فضل من رب العالمين، ماكو تفرقة بيناتنا ونحن شعب واحد وإن شاء الله الأمن والأمان على جميع العراقيين. هذا ولم تشهد الموصل ثاني كبريات مدن العراق أي عمليات إرهابية منذ عام 2014، وتعيش في جو أمني هادئ رغم وجود بقايا لخلايا تنظيم داعش. وتأتي تجديد الإجراءات الأمنية والمراقبة في المداخل الرئيسية من أجل تفويت الفرصة على الإرهابيين للحيلولة دون تسللهم داخل المدينة. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. يقع العديد ضحية التزييف الإلكتروني من خلال بعض المواقع غير المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدمت هذه البرامج من قبل بعض صناع المحتوى للابتزاز والتشهير.
كل ما تراه في هذه الفيديوهات هو مجرد تزييف إلكتروني أنشئ بواسطة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، فالكثير من الرجال والنساء وقعوا ضحية برامج الذكاء الإلكتروني دون التأكد من حقيقتها لاحترافية صانعي هذا المحتوى وازدياد استخدامها في الآونة الأخيرة من قبل العديد من الأشخاص. الديفيك أو التزييف العميق تقنية جديدة تستخدم مجموعة من الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية وتدخلها بمعالجة معينة حتى تزيفها على مقاطع فيديو أخرى. هذه التقنية بالآونة الأخيرة كم سنة الأخيرة أنه استخدمت بشكل واسع على شكل تطبيقات هواتف وعلى شكل برامج موجودة أونلاين، تمام، تستخدم بالسينما والتلفزيون وبعض يعني التواصل الاجتماعي يستخدموها أيضا. ومع تطور التقنيات الإلكترونية وتقدم مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت هذه البرامج للابتزاز بمختلف أشكاله ومساومة بعض النساء دون التعرف على حقيقة هذه المقاطع نظرا لاحترافية مستخدميها، إضافة إلى تقبل مواقع التواصل الاجتماعي عرض هذه المحتويات. حاليا الفبركة واصل مرحلة كلش عالية لأن التكنولوجيا هاي صارت دقيقة بشكل مو طبيعي، يعني تقدر تغير شكل شخص، تقدر تغير مكان شخص كليا وجذريا بطريقة ما حد يقدر ينتبه عليها من الناس اللي هي مو أصحاب خبرة بالمجال، لذلك لازم هاي الشركات يصير لها رقابة على الموضوع. ويحذر الخبراء التقنيون في هذا المجال خصوصا النساء من استخدام صور السيلفي أو الوثوق بمواقع غير معروفة. كل ما ذكرته في هذا التقرير ما هي إلا مميزات بسيطة عما يستطيع فعله برنامج الديب فيك الذي يستخدم للابتزاز السياسي وحتى مساومة الفتيات. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. أكثر من 30 ملياراً فقدت من استقطاعات المتقاعدين التربويين التابعين لتربية البصرة منذ عامين لتتوقف معها ترويج المعاملات التقاعدية، ما اضطر المئات من هذه الشريحة إلى التظاهر والمطالبة بحقوقهم. 33 ملياراً اختفت من استقطاعات المتقاعدين التربويين التابعين لتربية البصرة منذ عامين أوقفت معها ترويج المعاملات التقاعدية، الأمر الذي أثار المئات منهم للتظاهر لمرات عديدة آخرها كان تحت الإذلال والإهانة. تم إحالتنا على التقاعد حسب السن القانوني، تفاجأنا أن معاملاتنا وقفت لم تروج. من اجينا وسألنا على السبب قالوا ان تربية البصرة ما مسددت توقيفات التقاعدية واللي هي 33 مليار. راجعنا التربية قال بال 2014 كانت تجي الرواتب ناقصة واحنا نمولها، زين من 2010 ل 2019 مستمر عدم الدفع، 10 سنوات توقيفاتنا التقاعدية اختفت بين تربية البصرة وبين تقاعد البصرة. التعامل مع أهم شريحة مجتمعية كان بأعلى مستويات الإهانة لهم بعد اعتقال وضرب العديد منهم دون مراعاة صفاتهم التعليمية أو أعمارهم، فجميع المتقاعدين أصبحوا فاقدين القدرة على المعيشة بسبب قطع مرتباتهم لثلاث سنوات متتالية. من واقفين بالتظاهرات يعني اجت الاوامر على القوات الامنيه يعني بتفريق وابعاد المتظاهرين عن محافظه البصره. للعلم هي اللي موجودين من المتظاهرين هم المتقاعدين تربيه البصره اللي هم ناس كبار بالسن، طبعا من يكون متقاعد يعني هو كبير بالسن، اصحاب الضغط، اصحاب السكر، اصحاب الامراض المزمنه منهم امراض سرطانيه، ضربوهم بالفعل، ضربوهم حتى المدير مال المدرسه يعني خذوه البارحه يعني للاسف يعني خذوه على اعتبار قال لهم شلون تضربون هذا شلون تقون هذا خذوه تجاوزوا عليه. مع الاسف تعرضنا للضرب والشتم والاذلال من قبل القوات الامنيه. بالبدايه كانت التظاهرات الشارع قطعوه، لكن فجاه جاهم تليفون فتح الشارع ضرب المتظاهرين قمعوهم. آلاف المعلمين والمدرسين يقعون مرة أخرى في مصيدة الفساد المالي المستشري في المؤسسات الحكومية وعلى رأسها البصرة، فبعد إن كانوا أساتذة للجميع أصبحوا ضحية للتآمر والسرقات.
بعد سرقة مستحقاتهم المالية البالغة 33 مليار، السلطات الأمنية والجهات المعنية تتعامل بأعلى مستويات الإهانة والإذلال مع الأوساط التربوية في البصرة هنا. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. ختام النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. الكاظمي يدعو إلى تفعيل طاولة الحوار بين الفرقاء السياسيين والحلبوسي يروج لوثيقة سياسية تحمل اسم بغداد. بعد تجديد الثقة لرئيسه واختيار نائبه الأول، البرلمان يرفع جلسته إلى إشعار آخر، والفتلاوي يرحب بعودة المجلس للانعقاد. سبع إصابات في صفوف القوات الأمنية بهجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء، ووزير الصدر يتهم فلول البعث. وأخيرا 9 شهداء و32 جريحا حصيلة هجوم إيراني شمالي العراق، ووزارة الخارجية تهدد باللجوء إلى التصعيد الدبلوماسي. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة TV وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. إلى اللقاء.